بتصادم بكل اصدقائي وحلقه جديده وكتاب جديد بفتحه مع كل اصدقائي كل اسبوع. احنا عارفين ان احنا في حلقتنا مش بس معانا كتاب جديد بنفتحه، ولكن كمان بيكون معانا فقرات كتير، فقره الطرائف والغرائب والمعلومات العامه، وكمان معانا فقره الفيسبوك. لكن قبل ما نبدا الحلقه ونشوف كتاب النهارده ايه، عايز اقول لكم ركزوا كويس قوي عشان بنبقى عارفين في النهايه بيكون معانا سؤال لمسابقه، واللي ركز في الحلقه كويس قوي في اي جزء من الاجزاء، لان السؤال مش مرتبط بجزء معين ولا الكتاب ولا المعلومات ولا الفيسبوك، اكيد هيعرف يجاوب معانا السؤال. واحنا عارفين ان بيكون يعني هي مش جايزه قد ما هي شيء جميل ان اللي بيفوز بيكون ضيف معانا في البرنامج. عموما مش عايزه اطول على كل اصدقائي، بسرعه بسرعه تعالوا نشوف الكتاب اللي معانا النهارده بيتكلم عن ايه. يلا بينا. مرة تانية برحب بكل أصدقائي، ويعني بالتحديد أصدقائي اللي موجودين معايا اللي في الحقيقة النهاردة هم اللي جايبين الكتاب الجميل ده اللي احنا هنتعرف عليه. لكن أتعرف على أصدقائي في البداية. حبيبة. حبيبة. رغد. ندى. ندى. مريم. مريم. مروان. مروان. سارة. سارة. إيناس. إيناس. أحمد. أحمد. أهلا بيكم كلكم. و يمكن برضو بالنسبة لأصدقائي اللي بيتابعونا دايما، وشوش أصدقائنا النهاردة هي وشوش جديدة علينا، وده الجميل واللي احنا عايزين دايما نقوله في البرنامج. احنا دايما لينا طبعا أصدقاء ثابتين، لكن عايزين برضو نغير الدم الموجود في البرنامج، لأن كتير من أصدقائنا بيبعتولنا على الفيسبوك عايزين نيجي ونحضر معاكم ونكون موجودين. ففي الحقيقة احنا اللي اتصلنا بيهم وقلنا لهم ييجوا عشان يحضروا معانا البرنامج. الكتاب بقى بتاع النهاردة كيف تصنع قرارا. حد فينا عمره فكر القرار ده بيتصنع ازاي؟ يعني صنع القرار دي حاجة مش سهلة، مش حاجة كده انا مجرد بقولها وخلاص، لا دي حاجة لها قواعد. ايه هو وايه هو القرار؟ والقرار اقدر اخده بنفسي ولا لا؟ وامتى اخده بنفسي وامتى اخلي حد تاني ياخده لي؟ وامتى يكون صح وامتى يكون غلط؟ زي مثلا النهاردة يوم اجازة، يا ترى نروح فين؟ ده قرار. انا قررت ان انا اروح جنينه، اروح سينما، اروح اتغدى بره، ده قرار في حد ذاته. عندي مثلا مناسبه حد، عيد ميلاد حد من اصدقائي، محتاجه اجيب هديه، ده قرار مش كده؟ القرارات دي بناخدها لوحدنا ولا حد؟ يعني مثلا زي الهديه، نقول احمد مش كده، بتاخد القرار ده لوحدك ولا لازم بتسال اصحابك، تسال مامتك باباك؟ الهديه بتاعت اعياد الميلاد مثلا ساعات وساعات. ساعات وساعات، يعني ما بتحترش كده. او مثلا لو هديه البنت، بتسال مثلا لو عندك اخت بنت او مامتك اللي بيناسب البنات اكتر؟ ايوه طبعا بساله. هو ده المقصود بالقرار. في اوقات قرارات، لكن مثلا لو انا جعانه دلوقتي هل ينفع اسال حد اكل ولا ما اكلش؟ لا ما ينفعش، ده القرار اللي بيتاخد على طول من غير حتى ما انا اقوله. ايوه، لان بعض القرارات ساعات بتعتمد علينا احنا شخصيا وساعات بتعتمد على اللي حوالينا. ولو بتعتمد على اللي حوالينا يفضل ان انا اسال ولا ممكن يتقال ده انا ما عنديش شخصيه؟ لا ممكن اسال عشان اشوف خبره حد غيري يديها لي واستفاد منها بحاجه. جميل، ده تفكير مروان وده التفكير طبعا المظبوط. لكن في ناس بتقول يا انا لا، انا لازم ابين ان انا عندي شخصيه حتى وان اخذت القرار الغلط، لكن طبعا ده مش مظبوط. طبعا الكتاب بيتكلم عن موضوع القرارات ده كتير قوي، وانا مش عايزه اناقش الكتاب كله قبل ما نتكلم فيه. كيف تصنع القرار ده مروان في الاول هيقول لنا كده الخطوات الاولى. خلقك الله إنسانا ذا عقل، لذلك عندك القدرة على أن تفكر وتقرر، وهذه القدرة منحة من عند الله تعالى، لذلك عليك أن تدع عقلك يعمل بأقصى طاقة حتى تتخذ قرارات سليمة تصنع منك إنسانا له مستقبل طيب. يعني ما تلغيش عقلك، لازم عقلك يشغل كويس قوي عشان تقدر تدي القرار المظبوط. ولكي تصنع القرار أنت في حاجة إلى معرفة بعض الأشياء التي تجعلك تقرر بالذكاء وبراعة منذ البداية. جميل، هي الأشياء بقى؟ أنت حين تختار طعاما أو ثيابا فإنك تقرر، وحين تختار المكان الذي ستذهب إليه أنت هنا تصنع قرارا، هل أذهب إلى بيت الله أم لزيارة عمتي أم إلى النادي، ثم هل يكون فلان صديقي أم أفضل عليه فلانا أم فلانا. هذه قرارات تحتاج منك إلى أن تفكر، لأنها سيكون لها تأثير على حياتك. دي كلها أمثلة، يعني دي فعلا زي ما قلت لكم في الأول أمثلة، أكل إيه، ألبس إيه، أروح فين، دي كلها أمثلة. يعني أنا بنبسط القرار، إيه هو القرار وباخده إزاي؟
فإذا أنت اخترت صديق سوء وشر يجلب لك هذا ما يضرك العمر كله. يعني ده معناه ان احنا لازم نتأنى كويس قوي قبل اتخاذ القرار، خاصة في اختيار الأصدقاء، عشان يعني ده بيكون من القرارات المصيرية بعض الشيء أو المستمرة معنا. ايه هي بقى القرارات اللي انا اخدها بنفسي والقرارات اللي ممكن حد غيري يشاركني فيها او ياخدها؟ برضو حكايه ان القرار، هل ممكن حد يشاركني ولا ممكن اسيب غيري يقول لي القرار من الاول؟ هل ده بيعتمد على الشخصيه؟ طبعا، اللي هو المفروض ان انا ما يكون اسال الناس لمجرد الاستشاره واستطلاع الراي بتاعهم، بس مش اتخذها كقاعده في حياتي امشي على راي اللي قدامي بس. شايفه ده بيضعف الشخصيه نفسها، شخصيتك ما تبقاش واضحه وباينه غير لو سالتي بس عشان تستشيري، مش ان انت اللي حد يلقنك القرار نفسه. مش اللي هو يحجمني دايما وان انا ياخد حياتي هو بس، كانه بياخد قرارات لنفسه. يعني الواحد لازم بعض القرارات تعتمد عليه هو وبعض القرارات تعتمد على الاشخاص لمجرد الاستشاره ومعرفه الخبره اللي عنده. زي مثلا في العمل، في الوظيفه، انا نفسي، او في الدراسه، انا نفسي اطلع مدرسه، نفسي اطلع دكتوره، هل ينفع حد ياخد لك القرار ده ولا لا؟ لا طبعا. لكن انت بتستشيري، يا ترى لو بسال طبيب انت مبسوط، انت بتعمل ايه، عدد ساعات العمل قد ايه مثلا، هو ده اللي انت بس بتحتاجي تعرفيه. ايوه جميل. بس برضو مش دايما لازم يعني اللي غيرنا ياخدوا لنا القرار، او مش لازم احنا برضو ناخد دايما القرار لنفسنا، يعني على حسب معلوماتنا. لو عندي معلومات كافيه عن القرار وواثق من نفسي انا ممكن اعمله لوحدي من غير ما اسال بقى، خلاص انا كده واثق وخلاص. لو انا شايف ان انا الحاجات عندي صح وعندي معلومات كافيه عن القرار ده، لو انا عندي معلومات كافيه وعارفه القرار ده ممكن اخده او لا، وبرضو سالت، ابقى انا كده ايه، ثقتي مهزوزه في نفسي شويه؟ لا مش ثقه مهزوزه، بس هو ان يعني برضو لما احنا بنسال غيرنا اكيد طبعا في واحد ممكن يكون يفيدنا معلومه معينه كانت، ممكن يكون مر بالتجربه دي او اخذ القرار ده قبل كده ويقول لك تجربته. ممكن ده برضو مهم. ندى برضو تقول لنا اكتر في الموضوع ده. لكن جدير بك الا تكون مترددا ازاء القرارات الصغيره، كان تلعب هذه اللعبه او تلك، كان تاكل هذا او ذاك. أما القرارات الكبيرة والمصيرية فمن الضروري أن تتخذها بعد أن تعمل تفكيرك، ربما تحتاج أن تستشير. يعني هنا هو بيقسم لنا القرارات، القرارات البسيطة اللي هي هاكل إيه، هلبس إيه بتاع، دي حتى مش لازم أزعج بيها غيري، لكن القرارات المصيرية بقى زي إيه اللي إحنا لازم نستشير فيها؟ هل أذهب لزيارة صديقي أم أذهب إلى النادي؟ دي برضو بس يعني أنا شايفة ده مش قرار مصيري قوي، لكن برضو من القرارات اللي يمكن أنا لازم أستشير فيه حد كبير شوية مثلا عشان يقول لي أنهي الملائم ليا النهاردة، الشارع أخباره إيه، مثلا زحمة مش زحمة، ورايا حاجة تانية، لو ورايا مذاكرة أو مريش. يكون الرد هذا قرارك الشخصي وأنت المسؤول عنه. عشان أخذ القرار ده برضو حاجة كده مش بتبقى في لمح البصر، ده له خطوات. إيه هي الخطوات اللي لازم أخذها عشان أعطي القرار أو أتخذ القرار يا سارة؟ لكي تتخذ بنفسك القرار أنت بحاجة إلى عدة خطوات. الخطوة الأولى أن تعرف بالضبط الأمر الذي تتخذ قرارك بشأنه. ما هي الخطوات التي أقوم بها لكي أتخذ القرار؟ مثال: اليوم آخر موعد لمسرحية العرائس، وغدا أعيد الكتاب المستعار ولم أتم قراءته بعد، هل أذهب إلى المسرح القومي أم أبقى بالبيت للقراءة؟ الخطوة الثانية أن تعرف الاختيارات التي أمامك لتتخذ القرار، وربما يساعد على ذلك أن تضع قائمة بالبدائل المتاحة أمامك. الخطوة الثالثة الأمثلة، احنا برضو عشان يعني كل حاجة بيكون معاها مثال بنوصلها لأصدقائنا أسرع. هذه المسرحية لن تعرض مرة أخرى قريبا، هذا الكتاب أستطيع مد استعارته أو استعارته مرة أخرى. الخطوة الثالثة بحط الإيجابيات والسلبيات لكل قرار أنا بحطه أو كل حاجة هتخذها. الخطوة الثالثة أن تفكر في الاختيارات وأن تجد فيها نقاطا جديدة تجعلك تفضل شيئا على آخر، فكر في سلبيات جانب وإيجابياته ونفس الشيء مع الجانب الآخر. هل احنا بنعمل كده ولا احنا دلوقتي بعصر السرعة زي ما بيتقال؟ لا بنعمل كده. بنعمل كده. طب هاي جميل ان انا بسمع منكم كده، انا كل ده بمستمع، لان اصلا يعني عامة اي قرار في حياتنا ولا هو هيبقى يعني بنسبة 100% يبقى صح ولا برضو 100% غلط، بس احنا لازم يعني ندرس اذا كان القرار دوت لو بس عشان نتحمل نتيجته لو كان غلط لازم نبقى من الاول فكرنا فيه كويس قوي عشان ما نزعلش، ايه ما يمكن لو كنت عملت كده كان خدت القرار الفلاني كان ما حصليش اللي حصل لي. يعني برضه عشان حته الندم
ايوه لازم مطلوب. يكون لو احنا هناخد قرار معين لازم يكون النسبه الايجابيه اكتر من النسبه السلبيه عشان ما يدور عشان حتى ما يضرناش ولا يضر الحواليه. بالظبط. يبقى احنا لازم نمسك ورقه وقلم ونشوف الايجابيات ايه والسلبيات ايه عشان نشوف الايجابيات اكتر يبقى باخد القرار اللي هو ايجابياته اكتر. ماذا لو مفاجاه حدثت كان يحضر ضيف فجاه عندك عندما ما يريد ان يستشيرك فيه وهو امر هام وعاجل ربما عطلك عن قراءه الكتاب او ذهب للمسرحيه. ماذا لو حدث تفكير مفاجئ تفكير اخر هل يمكن اصطحابه الى المسرحيه ومناقشه الموضوع اثناء ذلك؟ لكن هل يفسد عليه ذلك مشاهده المسرحيه؟ ده بقى بيتوقف. انا نفسي قوي اشوف المسرحيه ولا صاحبي ده عزيز عليا قوي واقع مثلا في ورطه وعايز ياخد قراره وعايز يسالني فيه او يستشيرني في حاجه. هنا بتيجي بقى الاهميه وهل فعلا انا لو خدته معايا المسرحيه يبقى كويس ابقى انا استفدت اتفرجت على المسرحيه اللي اخر يوم عرضها يعني ده برده كان من الحاجات المكتوبه والامثله ولا ده يعني هيشوش عليه الامر اللي هو عايز يقوله لي. دي كل دي على فكره امثله يعني احنا الكتاب برده جايبينهم بسط الموضوع. الخطوه الرابعه عليك ان تختار افضل ما هو معروض عليك. فكره اصطحاب الصديق للمسرحيه وجيهه لكنك حجزت لنفسك مقعدا قد لا تجد له تذكره وقد لا يرغب في مشاهدتها. انت هنا تحتاج الى مزيد من التفكير ونحن نبسط الامور ونضعها امامك لكي تحاور نفسك فيها. تتبع هذه الخطوات لاستبعاد ما لا جدوى منه وان تضع في الاعتبار كل الامور التي تنتقي من بينها اكثرها فائده. هي كده ساره قالت لنا اللي احنا مفروض بنعمله او خطواتنا في اتخاذ القرار. القرار اللي هي قالته ده لو حد لو انتوا كنتوا مركزين فيه وان ده واحد صديق جاي لي اروح المسرحيه ولا اقعد اسمعه لو عنده ولا رجع كتاب ولا ايه بالظبط. لو كل واحد وقع في الموضوع ده ياخد انهي قرار بسرعه كده. لو هو عنده حاجه مهمه اصلا يعني ممكن اشوفه ممكن ابقى اصور الكتاب دوت. لو انت كنت هتصور الكتاب والمسرحيه والمسرحيه لا طبعا صديقك اهم. ساره طبعا كنت هدرس الاحتمالات كويس قوي ما بين الاثنين ان انا لو انا رحت المسرحيه هبقى انا كده سعدت نفسي فقط. انما لو انا درست الموضوع وقعدت مع صاحبي هبقى انا استفدت وافدت غيري كمان. والمسرحيه تخلص مفيش مشكله؟ لا مفيش مشكله. انا بقول ان احنا ممكن واحنا رايحين نروح المسرحيه نتكلم اصحابنا في الموضوع لما عايزين. يعني انت مع الراي اللي انا اخد صديقي واخده المسرحيه منها هو يستفيد ممكن بالمسرحيه واحاول اشوف له تذكره بقى ما انا ما كنتش قطعت له تذكره. أيوة. دي برده كانت ممكن افهم هو عايز ايه وايه مشكلته وتحاولي تحليها له. انا هحاول احل له المشكله بتاعته الاول بعد كده افكر ارجع الكتاب ولا اروح للمسرحيه. دي المسرحيه اخر يوم مش مهم. مش مهم المسرحيه الصديق اهم. طب والكتاب والمكتبه خلاص هترجع الكتاب مش تاخده تاني. الصديق اهم. الصديق اهم. طب لو ما عرفتش بقى تحل له القرار بتاعه او تاخد له قرار تعمل ايه؟ يبقى هو كفايه ان هو فاهم ان انت عايز تساعده مش كده؟ ايوه. دي يعني نقول اخلاق جميله قوي انا اتمنى انها تكون موجوده ما بين كل الاصدقاء. يا ترى هنا نفس الراي ولا ايه؟ اساعد صديقي المسرحيه مش مهم الصديق للعمر بس المسرحيه مره واحده بس. والكتاب ممكن امد استعارته او دلوقتي مع التكنولوجيا اقدر انزل الكتاب ده على النت اقدر يعني دي برضو من الحاجات الاوبشنز اللي موجوده قدامنا دلوقتي. ان دلوقتي الكتاب مش بس هو ورق بنقراه لكن هو كمان ممكن لو انا مش هقدر استعيره لا اقدر انزله من على الانترنت مش كده؟ هل في موقف مشابه ممكن يكون تفكري فيه او يكون حصل لك وقررتي فيه قرار معين؟ قررتي انك تاخديها لوحدك ولا مش لوحدك؟ لا لا مش لوحدي. مش لوحدك، دايما بتخلي حد زي ايه مثلا؟ زي نوع الدراسة؟ نوع الأكل مثلا ولا ايه؟ لا الدراسة. الدراسة. بستشير بابا أو ماما وكده. على أساس إن هم خبرتهم أعلى، مش أصدقائك، مش أصحابك مثلا زميلتي في الفصل في المدرسة؟ لا. لا. هو بابا وماما عشان الخبرة أعلى. طب قررت المصيف؟ هنصيف فين السنة دي؟ لا دي مع بعض كده. أنا وإخواتي. القرارات بالنسبه لك بتاخديها لوحدك ولا حد بيفكر لك بتستشيري؟ حد بيفكرني. طب لبسك النهارده مثلا مين اللي فكر لك فيه؟ هل ده قرار خدتيه لوحدك ولا لا وقفتي قدام الدولاب كده ساعتين ففي الاخر مامي جت قالت لك لا البسي ده على ده على ده؟ لا لوحدي. لوحدك. طب دي حاجه جميله. في حاجات معينه بقى بتحتاجي فيها ماما؟ في بقى ساعات زي ايه؟ أذاكر كم ساعة في اليوم؟
اكل ايه النهارده؟ مامي اللي بتختار ولا احنا؟ لا احنا. احنا عايزين ناكل النهارده ملوخيه مثلا. اوكي. طب انت بالنسبه لك بقى القرار بالنسبه لك ايه؟ انا لو القرار صعب عليا لازم اخلي حد يقوله معايا، يعني زي ماما. ماما هي اللي دايما بتقولي. انت ازاي بتقدري تقولي القرار ده سهل او القرار ده صعب؟ انا لو القرار صعب عليا جدا، يعني زي ايه؟ ايه القرار اللي صعب عليكي جدا جدا؟ يعني زي المذاكره، يعني زي المذاكره ديت لازم اكون اخد ماما مثلا جدول للمذاكره، اذاكر. أيوة دلوقتي مثلا المذاكرة. عربي اذاكر دلوقتي مثلا انجليزي اذاكر كده. اه لازم اخد راي ماما اذاكر اني دلوقتي. لو قالت لي الحاجه الصعبه عليك المستر هيديها لك بكره. قال لك لازم تحفظيها، لو جدول الضرب لازم تحفظيه. جميل. طب بالنسبه لو رايحه انت تشتري حاجه، لو البلوزه دي مثلا عجباكي تاخدي قرار فيها، ولا حتى لو مامي قالت لك لا ممكن تشتريها من مصروفك؟ انا لا لازم في الحاجات دي هي مامي اللي تقول. جميل جدا. في الحقيقه انا طبعا يعني بحترم كل واحد وكل رغبته وكل قراراته، لان كل واحد فينا ربنا حط فيه يعني عقل عشان يقدر هو يفكر وياخد القرار. اخر حاجه بقى عايزه اقولها، لو القرار اللي احنا خدناه ما كانش مظبوط قوي او ما كانش في محله، هل لازم احنا نقعد ونندب حظنا ونقول ده ايه ده، انا ازاي اخدته كده، ولا بنعمل ايه بقى في ساعتها؟ اصل هو القرار دوت خلاص هي حاجه اتاخدت واحنا يعني اخدناها، فالندم مش هيفيدنا بحاجه، هيضيع وقت. اللي هيفيدنا بس ان احنا نتعلم منه الحاجه غلط اللي احنا عملناها علشان ما نعملهاش بعد كده مهما كانت عواقبه، فاحنا بناخد منه درس المره الجايه. هو خلاص حاجه حصلت ومحدش هيعوز يدور نفسه، فدي حاجه حصلت غصب عننا، فلازم ان احنا نتعلم منها علشان لو خدنا نفس القرار تاني بعد كده ما نقعش في نفس الغلط. طب جميل، ده بالنسبه لنا احنا. لو بقى بالنسبه لاصدقائنا، هل انا لو اخدت قرار وما توفقتش فيه انقل تجربتي دي لاصدقائي افضل، ولا اسكت واقول يلا ما صديقي بقى يقع فيها هو كمان ما انا لوحدي؟ لا طبعا لازم انقلها ليهم علشان يستفيدوا. دي الروح الطيبه اللي لازم تكون يعني بينا كلنا. حد عايز يضيف اي حاجه؟ حد عايز يقول اي قرار اخده كان صح كان غلط واستفاد منه ايه، اتعلم منه ايه، ولا ما فيش، ولا كل قراراتنا حلوه وجميله الحياه قرار غلطه ندم، والحل ده لو انت عندك القوه ان انت تلاقي الحل. جميل. ده احنا داخلين كده في شعر، في كلام جميل. يعني انا بشكركم، انا استمتعت جدا، وفعلا يعني الـ 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 القرار ده حاجه مهمه جدا، لكن هو في الحقيقه دلوقتي هو مش قراري، هو قرار المخرج ان لازم الفقره دي ننهيها عشان عندنا لسه فقرات تانية في الحلقه بتاعتنا. انا بشكركم، ومع كل اصدقائي دلوقتي نروح لجزء تاني. وصلت مع كل اصدقائي لفقره المعلومات العامه والغرايب والطرائف، واللي احد من اصدقائي كل مره هو اللي بيجيب لنا المعلومه الجميله وبيقراها لنا، واحنا اكيد بنستفيد منها. صديقنا مروان النهارده هو اللي جاب لنا المعلومه الجميله اللي بتقول عن صحراء الملح. ايه هي صحراء الملح دي بقى ومكانها فين؟ ادينا كده معلومات جميله عنها. صحراء الملح هي اكبر مجمع ملح في العالم، يقع في مرتفعات جنوب غرب بوليفيا، وبالتحديد على الحدود بين بوليفيا والأرجنتين وتشيلي. يبقى مكانها فين؟ تاني بس نكرره. على الحدود بين بوليفيا والأرجنتين وتشيلي. أوكي. والمنطقة التي تحتلها الآن صحراء الملح هي ناتجة من بقايا بحيرة مياه بحر التي جفت منذ 40,000 سنة. يعني هي ناتج من بحيرة كانت جفت من حوالي 40,000 سنة. يقع مجمع الملح على 3700 متر فوق مستوى سطح البحر، ومساحته 12,500 كيلو متر مربع. تحتوي على أكبر احتياطي في العالم من الليثيوم وغيره من المعادن المستخدمة في صناعة بطاريات الأجهزة والسيارات، وتدخل فيها الكثير من التقنيات، وينتج سنوياً حوالي 25,000 طن. العلماء تقول أن 10 مليار طن مخزون من غير المرجح أن تستنفد. هناك نشاط سياحي لمشاهدة القمر والمناظر الطبيعية كغروب الشمس من هذا الواقع. جميل. يعني مش بس احنا بنستفيد منها الملح اللي بنستخدمه في صناعات كتير، لكن كمان ممكن من الموقع ده نقدر ان احنا نشوف مناظر جميلة زي شروق الشمس، غروب الشمس والشروق، ونشوف القمر كمان، يعني مناظر جميلة. أحد الفنادق الواقعة في البحيرة بني كليا من الملح.
كما توجد جزيرة مرجان إسلا دي بيكاسدو المعزولة في وسط هذه الصحراء. ده اسم جزيرة موجودة في الصحراء، بس هو الغريب أو المعلومة الغريبة إن في ده إيه ده فندق موجود في البحيرة دي واتبنى من الملح. يمكن ده شيء غريب شوية ما إن هو يتبنى من الملح، لكن دي معلومة موجودة معانا. المعزولة في وسط هذه الصحراء وهي معروفة باحتوائها لنبات الصبار العملاق الذي يتجاوز ارتفاعه في بعض الأحيان 10 أمتار. تم اكتشاف موميات عمرها أكثر من 3000 عام اكتشفت في كهف على حافة الملح. يعني احنا عارفين دلوقتي ان هو دي صحراء وفي جزيرة كمان موجودة في الصحراء في الصحراء اللي بتسمى صحراء الملح، موجودة جزيرة وكمان تم اكتشاف مومياوات. هي معلومة جميلة، وان كانت كل الحاجات اللي فيها ممكن تكون متضاربة او نحس ان ما ينفعش الحاجات دي كلها تكون موجودة في مكان واحد، لكن احنا شايفين برضو الصور اللي احنا دايما بنحب نوثق المعلومة بتاعتنا، وده في الحقيقة اللي مروان النهاردة حب يأكده لنا. المعلومة موثقة بكتير من الصور اللي بتثبت فعلا الكلام ده، ودايما بنقول سبحان الله في كل حاجة ما نصدقهاش، لكن في الحقيقة هي بتكون فعلا موجودة. انا بشكرك يا مروان، بشكر اصدقائي اللي كانوا معايا في الفقرة دي واللي تابعونا، ودلوقتي تعالوا نشوف فقرة تانية. دلوقتي وصلت مع كل أصدقائي لفقرة الفيسبوك، وفي الحقيقة دي من الفقرات الجميلة جدا واللي فيها معلومات مش عايزة أضيع الوقت وعايزة أقولها على طول. أول معلومة من صديقنا ميدو البرنس، هو بيقول المعلومة دي بتهم الرجل والمرأة. جميل جدا، هي معلومة بتهم الجميع في الحقيقة، لأن هو بيتكلم عن فوائد التمر. هو كاتب فوائد كتير قوي، أنا هقول يعني بعضها. هو بيقول هي غذاء سهل الهضم ولا يرهق المعدة، بيقي الجسم من الإصابة بالإمساك، وكمان بينظف الكبد من السموم، وبتحد من الشعور بالجوع الشديد اللي بيشعر به الصائم. عشان كده أكيد يعني وقت الفطار دايما برضو بناخدها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام إن احنا بناكل التمر قبل الأكل، عشان لو الواحد جعان قوي ده بيخلي الجوع يخف شوية قبل الأكل بقى. كمان بيقي من حاجات كتير زي جفاف الجلد ولين العظام والأنيميا وأمراض اللثة وحاجات كتير قوي. يعني في الحقيقة هي معلومة جميلة جدا، لكن أنا كان لفت نظري معلومات تانية كتير أصدقائي بعتوها لنا. مع مثلا معلومة صديقتنا إسراء بدوي بعتها معلومتين حلوين قوي، بتقول هل تعلم أن الزرافة إذا انزلقت على الأرض مع انفراج سيقانها فهي لا تستطيع القيام مرة أخرى، وممكن أن تظل هكذا حتى تموت. يعني لو اتزحلقت الزرافة وقعت وسيقانها كانت انفرجت أو اتفتحت ما تقومش مرة تانية، حتى لو هتموت على القعدة دي خلاص ما تقدرش تقوم، لازم حد يقومها. معلومة تانية من إسراء برضو بتقول هل تعلم أن السمك يستمر في النمو دون توقف حتى آخر يوم في عمره؟ يعني معروف أن في بعض الكائنات الحية بتنمو لغاية فترة معينة، بعد كده خلاص ممكن النمو ده يبتدي يتضاءل يصغروا أو يفضلوا زي ما هما، لكن السمكة بتنمو حتى آخر يوم في حياتها. معانا في الحقيقة معلومات تانية كتير، لكن أنا هأجل المعلومات دي لحلقة تانية عشان أحفز كمان كل أصدقائي إن هما يبعتوا لنا معلومات أكتر على الفيسبوك الخاص ببرنامجنا. دلوقتي مع كل أصدقائي هنروح لآخر جزء معنا. وصلت دلوقتي مع كل أصدقائي لنهاية الحلقة، لكن قبل ما بنختمها بيكون معانا سؤال، وأكيد أنا واثقة أن كل أصدقائي ركزوا معانا طول الحلقة عشان يعرفوا إجابة السؤال، وعارفين أن اللي بيفوز معانا بيكون عنده فرصة أن هو يجي ويكون مشارك معانا في البرنامج. السؤال بقى إيه؟ إحنا اتكلمنا فقرة من الفقرات، تحديداً فقرة المعلومات العامة، اتكلمنا عن صحراء الملح الكبرى. صحراء الملح الكبرى دي بتقع فين؟ احنا قلناها من خلال الحلقه، واللي ركز معانا اكيد يعرفها. اللي يعرف الاجابه بسرعه بسرعه يبعتها لنا على الفيسبوك الظاهر قدام كل اصدقائي دلوقتي قدامكم على الشاشه. وطبعا عارفين ان احنا بنتقابل معاكم كل اسبوع عشان نفتح كتاب جديد مع كل اصدقائي، فاستنونا نفس الميعاد قبل كده بنص ساعه وحلقه جديده. باي باي.